السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك في كل أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضائل الدعاء. النهاردة هكلمكم عن دعاء يشترى بماء العيون، دعاء كلنا محتاجينه، دعاء احنا محتاجين ربنا يدبر لنا كل شؤوننا. تعالوا نقول الدعاء وبعد كده نشرح محتواه. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يحمي الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك أسألك أن تدبرني وذريتي بأحسن التدبير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخوفنا ويهمنا. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فاصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قد إيه دعاء كل الناس محتاجاه أن ربنا يدبر أمورها، وبالذات الناس اللي تقعد تقول أنا مش عارفة الدنيا واخداني ليه، أنا مش عارفة أنظم وقتي، أنا مش عارفة أنظم حياتي، العيال تعبني، الدنيا تعباني. كل ده إحنا محتاجين شيء واحد بس، ندعي ربنا ان ربنا هو اللي يدبر لينا ولاولادنا ولذريتنا ولزوجاتنا، هو اللي يدبر لينا لاننا لا نصلح او لا نحسن التدبير. كلنا محتاجين ان ربنا هو اللي يكون في عوننا، ربنا هو اللي يحسن لنا التدبير، ربنا هو اللي يكرمنا من وسع. عشان كده بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. عايزين كل امورنا تكون بايد ربنا. اي حد عنده هم، اي حد عنده طلب، اي حد مش عارف يدبر او يعمل امر في شغله او في بيته او حتى في الامتحان وفي اللجنة، ربنا هو اللي بيدبر لك. ادعي ربنا بهذا الدعاء عشان خاطر ربنا يدبر ليك انت شؤونك ولذريتك ولازواجك، وفي كل امورك محتاجين الدعاء ده. تعال نقول الدعاء تاني ونرجع نختم معاك. اللهم ان في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الامل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يحمي الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك أسألك أن تدبرني وذريتي بأحسن التدبير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخوفنا ويهمنا. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فاصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تنشروا الدعاء ده من باب الدل على الخير كفاعله، وعشان يوم القيامة تلاقوا جبال من حسنات انتوا ما تعبتوش فيها. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم فضائل الدعاء. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.